الشيش الملكي في تيفو ورسالة أقولها رسالة من الرباط رباط الخير من أجل تشجيع جماهيرهم كما قلت بأنه أنصار فريق الجيش الملكي انتظرت كثيرا وبالتالي تريد أن تعود تريد أقول أن تعود للواجهة خصوصا بأنه فريق الجيش الملكي هو فريق تاريخيا ارتبط بقلوب المغاربة وبالتالي يشكل ضمن الأضلاع القوية لكرة القدم المغربية. إذن كرة القدم المغربية أقولها زاهرة ومزهرة بالأمس أهدتنا جماهير الوداد وجماهير الرجاء أهدتنا صورة رائعة أقولها بأنه كرة القدم روجت بالأمس روجت لصورة المغرب مغرب الحضارات مغرب كذلك الثقافات مغرب الرياضات مغرب الصورة والمغرب الذي أبدع بالأمس في الديربي الذي يمكن أقول في كأس محمد السادس في كأس العربية كل العرب بالأمس كل العرب شاهدوا ذلك الديربي الرائع شاهدوا ذلك الأجواء الرائعة من المدرجات وبالتالي أقول بأنه الجماهير المغربية حاضرة في الموعد حاضرة في الحدث حاضرة بقوة ومثلت صورة أقولها مثلت صورة للإبداع في المدرجات وما بعدها إبداع لوحات فنية تعكس الصورة وتعكس الاجتهاد الذي يبذله المتفرج والشاب المغربي بالأمس أبدعت الوداد والرجاء واليوم جماهير وأنصار الجيش الملكي فأقول بأن في